زينب، الكفاح يحتاج لمصدر للقوة، يعني أحد قاعد يمدك بالقوة علشان أنت تحققين الشيء اللي أنت تبينه. منو كان الدعم الأول لك؟ أول حاجة كان زوجي، صح. بعدين أهلي ما شاء الله، يعني أمي كفوان. وأبوي، يعني على طول إخواني على طول. طلعي زينب طلعي، ما أحب الظهور أصلا، كنت يعني ما توقعت إني أطلع، ما أحب الظهور، يعني خلينا نكون صريحة، ما أحب أي حاجة مثلا سناب انستغرام، كنت بعيدة مرة عنهم. بعدين قالوا لي مثلا أسامة على طول طلعي زينب طلعي، خلاص طلعي، طلعت. كنت تصورين عادي بس ما تبينين الوجه؟ كنت تحطين اي كنت اصور عادي، بعدين طلعت وجهي. زين زين زينب، خلينا نتكلم عنه بصراحه. اليوم في وايد ميك اب ارتست او مثلا مشاهير او مودلز او غيرهم يسوون شوي بروباغندا، نقول يعني هالنجره اللي تصير والمشاكل اللي تصير والهوشات اللي تصير في الانستغرام، يبون مثلا متابعين، يبون يسوون هذا الليل على اساس يستفيدون مثلا. ايش رايك بالناس هذه انت؟ شوف، لكل احد لشخصيته ووجهه نظره. بالنسبه لي شخصيه هادئه جدا، وما احب المشاكل ولا افتعلها. حتى اللي اطالع يعني محتواهم احسه مو هادف، يعني اقول هم حرين، بس ما احب اللي يفتعلوا المشاكل صراحه. بس احس ساعات الوضع يحتاج شوي. يحتاج. اغلب الميك اب ارتست يعني بالبدايه بالسوشيال ميديا يحطون ويوههم ويمكيجون نفسهم، يسوون توتوريالات. ما سويتي هالخطوه، انت على طول بلشتي مع موديل، صح؟ إيه؟ ما فكرتي انك انت تحطين وجهك وتمكيجين وتشربين؟ ليش؟ عادي اتقبله. اخاف في احد يزعل او شيء. لا لا، ما ليش تقبل؟ اول شيء عندي، ما ادري، عندي مبدا. الشيء الثاني، احس ما ابغى اصير سلعه ماركات اطبقها في وجهي. ايه، انت اول ما كنت بوتيكات ترى. ايه، ودائما ابراهيم يرسل زين بحطه على وجهه. تعب مسكين ابراهيم البلاني. ابراهيم شمري تقريبا. ابراهيم. ايه، وكل شوي زين حط حط. انت ما تحطين على وجهك، تحطين دائما. ان شاء الله بجيب لك موديل مسكين. اوكي ماشي، يعني بس ما شاء الله عليهم، يعني متفهمين بوتيكات، يعني هذا الشيء.